إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه واقعة هذه الجلسة من اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن. هذه الجلسة التي خصصت للحديث حول الأمن القومي والعلاقات الخارجية لمصر في السنوات العشرة الأخيرة أو في الفترة الأخيرة. آخر المتحدثين في هذه الجلسة أو المعقبين كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب على كلمات لوزير الخارجية سامح شكري وأيضا وزير الداخلية محمود توفيق. نبدأ من حيث انتهينا بكلمات الرئيس السيسي، ثم بعد ذلك نذكركم بأهم ما جاء أيضا في كلمة كل من وزير الخارجية وأيضا وزير الداخلية. الرئيس عبد الفتاح السيسي طوف حول أكثر من نقطة مرتبطة بملف الأمن والعلاقات الخارجية، فأشار إلى بعض النقاط، منها أنه الدولة تفككت روابطها في فترة حرجة من عمر مصر، وهنا يقصد الفترة التي واكبت ثورة يناير 2011. وأوضح في هذا السياق أنه تفكك روابط الدولة كان بمعنى استهداف مؤسسات الدولة المصرية، حيث تم استهداف مؤسسة الرئاسة ثم وزارة الداخلية، ثم تمت الوقيعة بين الجيش والداخلية بإثارة أن الجيش تخلى عن الداخلية. أيضا أوضح أنه كان كل مقاومات التدمير وهدم الدولة كانت متوفرة في ذلك التوقيت، وكانت هناك مخططات للإساءة للجيش وتشويه صورته، لكنه كان دائما التأكيد على حسب تأكيداته على أن الله سبحانه وتعالى لن يمكن الأشرار على حد وصفه. انتقد الإخوان ضمنيا ووصفهم بأنهم جعلوا الكذب منهجا، وأكد أنه يحاول توصيف الواقع في هذه المرحلة في حديثه عن هذه النقطة. واحدة من النقاط أيضا التي أشار إليها أنه مع إعادة هيكلة وزارة الداخلية وإعادة هيكلة كل جزء في مصر منها بهدف التطوير. عقب أيضا في تعامله مع الإعلام، في معاملة الإعلام مع من يسيء للدولة المصرية بأنه كان غير راضيا عن ذلك، كان غير راض عن ذلك، وأوضح أن واجب مقابلة الإساءة والإهانة من الآخرين بمزيد من العمل. أيضا في حديثه مع وزير الخارجية سامح شكري عندما تولى منصبه، أوضح أن أدبات السياسة عنده مختلفة عن ما يتم تدريسه من أدبيات يتم تدريسها في كليات الاقتصاد والعلوم السياسية، بأدبيات مبنية على عدم التدخل في شؤون الآخرين، والأزمات لابد أن نتعامل معها مع مزيد من الصبر الاستراتيجي، إلى غير ذلك من النقاط المهمة التي تحدث عنها، وأعتقد أننا سوف نطرحها للنقاش أو التعقيب مع بعض ضيوفنا الذين سينضموا إلينا عبر الهاتف. أول المتحدثين معنا دكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات العربية والدولية. أهلا بك دكتور حامد. أهلا بك يا فندم، أهلا وسهلا بك. أشرت سريعا إلى بعض من النقاط التي جاءت على لسان رئيس الجمهورية معقبا على هذه الجلسة المرتبطة بالعلاقات الخارجية أو السياسة الخارجية والأمن القومي المصري، فذكرنا حضرتك أيضا أن تلفت الأنظار إلى ما توقفت أمامه من خلال متابعتك لفعاليات هذه الجلسة. طبعا هي جلسة كاشفة وتؤكد على ثوابت السياسة الخارجية المصرية، وبأن الدولة المصرية في العشرة أعوام السابقة كانت ناجحة بشكل كبير، واتسمت بالاتزان، وأيضا اتسمت بالقدرة على تخطي التحديات والأزمات المتزايدة التي واجهت الدولة المصرية، سواء على المستوى الداخلي أو حتى على المستوى الدولي والعربي والإقليمي، باعتبار أن الدولة المصرية هي رأس الجسد العربي، وإذا تداعى لها باقي الجسد بالسهر والحمى، وتأثرت الدولة المصرية كثيرا وتأثرت معها كل الدول العربية. وبالتالي يعني رسائل الرئيس السيسي اليوم كانت رسائل واضحة، كانت رسائل كاشفة ومحددة، وأكدت على أن هناك استراتيجية واضحة، استراتيجية التعامل مع الأزمات، وبأن مصر منفتحة على كل الأقطاب الدولية، وبأن مصر اتبعت هذه السياسة المتزنة ونجحت فيها في تكوين صداقات وشراكات اقتصادية قوية مع الكثير من الأقطاب الثلاثة أو الاتحاد الأوروبي
أو حتى عودة مصر لدورها القوي في القارة الأفريقية، وأيضا مصر داعم حقيقي لكافة الأزمات العربية، وبالتالي نجحت السياسة الخارجية المصرية في تغيير جلدها بشكل واضح لتتوافق مع رؤية الدولة المصرية الجديدة والجمهورية الجديدة بتحقيق استقرار منشود ليس فقط للدولة المصرية ولكن لكل دول الإقليم والمنطقة العربية. لكن يا دكتور حامد، إذا ما ذهبنا لبعض الدوائر في العلاقات الخارجية بالنسبة لمصر، وبدأنا بالعلاقات العربية، كيف يمكن تقييمها من وجهة نظرك؟ يعني في ظني وتقديري أننا نعيش في أزهى عصور العلاقات العربية. مصر نجحت بشكل كبير جدا في دعم الأمة العربية. نجد أن دور الدولة المصرية لم يتوقف عن إيجاد يعني مخرج حقيقي للأزمات العربية بشكل عام. مصر ما زالت تلعب الدور الأول في دعم القضايا العربية سواء على مستوى القضية الفلسطينية. الدولة المصرية نجحت بشكل كبير في العمل على احتواء التصعيد وخفض التصعيد دائما وأبدا، وأيضا لم تكتفي بهذا ولكن دائما ما كانت تسعى إلى احتواء الأزمات الداخلية وتوحيد الداخل الفلسطيني حقيقية فيما يخص هذه القضية. أيضا على مستوى الدولة المصرية وسياستها الخارجية المتزنة، نجحت الدولة المصرية في تكوين موقف قوي عربي موحد لعودة سوريا إلى حضنها العربي، وبالفعل عادت سوريا إلى الجامعة العربية. أيضا فيما يخص الليبية، مصر فتحت يديها إلى كل الأطياف داخل ليبيا، ويعني كانت هناك مبادرة القاهرة اللي تم الإعلان عنها في 6/6/2020 لإحداث رؤية استراتيجية مصرية تكون دافعة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأيضا حتى على المستوى الأحداث الجديدة التي ظهرت في المنطقة العربية وبالأخص في الشقيقة السودان، نجد أن الدولة المصرية لم تتوقف منذ اليوم الأول عن دعم الأشقاء في السودان، وتحرقت بشكل كبير جدا من خلال وزير خارجيتها لزيارات مهمة لتشاد وجنوب السودان والعمل على أن يكون الحل السوداني سوداني. وأيضا فيما يخص استضافة مصر وتنظيم مصر لمؤتمر دول جوار السودان ودعوة كل الدول لإحداث موقف حقيقي يكون داعم له العمل على وقف إطلاق النار ووقف الحرب، على اعتبار أن الدولة المصرية من أكثر الدول المعنية بالأزمة السودانية وتتضرر كثيرا من هذا الشكل. حتى على مستوى الدولة العراقية، يعني كان الرئيس السيسي من أكثر الدول حرصا على استقرار الأوضاع في العراق، شارك في مؤتمر بغداد 1 ومؤتمر بغداد 2 وكان داعما وبشكل كبير للعمل على إيجاد تفاهمات في العراق وصولا إلى حكومة محمد شياع السوداني وبالتالي وإجراء الانتخابات البرلمانية، وبالتالي دور كبير جدا لعبته الدولة المصرية هذا في محيطها العربي. حتى على المستوى الدولي نجد أن الدولة المصرية كانت ناجحة في التوسيع وتنويع شراكتها الاستراتيجية بشكل كبير بين كل الدول، يعني مشاركة مصر في القمة الأمريكية العربية في الشقيقة السعودية وأيضا القمة العربية الصينية، وأيضا انضمام مصر لمجموعة بريكس ومشاركة مهمة في مجموعة الـ20، وأيضا على مستوى الدول والأقطاب المهمة زيارات مهمة جدا للرئيس السيسي إلى الهند الشقيقة باعتباره ضيف شرف رئيسي للدولة الهندية في احتفالاتها 75 بأعياد الجمهورية، وتوقيع الكثير من الشراكات الاستراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي، وأيضا زيارة مهمة لفون فان در راين في 2022 وتوقيع الكثير من الاتفاقيات معها، وزيارة الرئيس الروماني والرئيس البولندي، كلها زيارات مهمة تعكس أن الدولة المصرية كانت دائما وأبدا يعني قطب مهم، يعني كانت الدول كلها ترغب في إقامة علاقات قوية مع الدولة المصرية باعتبار أن الدولة المصرية وضعها الريادي والمحوري كان ظاهرا بشكل واضح من أن الدولة المصرية دور مؤثر ودور عامل استقرار رئيسي في محيطها العربي والإقليمي وأيضا على المستوى الدولي. فيما يتعلق بالدائرة الإفريقية دكتور حامد، هل كانت الصورة بذات السهولة في المحيط العربي أم كان هناك تحديات أو مشكلات واجهت مصر في الفترة التي عقبت ثورة يناير؟ في ظني وتقديري كانت القارة الأفريقية بعيدا تماما عن السياسة الخارجية المصرية قبل أن يأتي الرئيس السيسي، ونجحت القيادة السياسية المصرية وخارجيتها في العودة مرة أخرى لتصبح قلب القارة الأفريقية
وده ظهر بشكل كبير جدا عندما تولى الرئيس السيسي والدولة المصرية رئاسة الاتحاد الأفريقي في العام 2019 وتوقيع أهم اتفاقية في تاريخ أفريقيا في العصر الحديث، وهي الإطار التنفيذي لاتفاقية التجارة القارية الحرة اللي بتخدم 1.3 مليار نسمة بحجم استثمارات 3.4 تريليون دولار. ولم تتوقف الدولة المصرية عند هذا الحد، ولكن كان هناك ثقة كبيرة من قبل القادة الأفارقة والشعوب الأفريقية في الدولة المصرية، ونتيجة لذلك ترأست مصر مجموعة يعني الكوميسا ومنظمة الكوميسا لمدة عامين، ثم بعد ذلك منظمة النباد كدلالة واضحة على أن الدولة المصرية بتتحرك بشكل كبير. حتى عندما يعني كانت الدولة المصرية بتشارك في المؤتمرات الدولية كانت باعتبارها هي المدافع الأول عن القارة الأفريقية، وده اللي شاهدناه بشكل كبير في أزمة مرت يعني الأزمة الأصعب التي مرت على القارة الأفريقية في العصر الحديث وهي أزمة كورونا. يعني الرئيس السيسي وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة كان أشار بشكل واضح أن القارة الأفريقية لم يتم تلقيح الشعوب فيها إلا بنسبة 20%، وكانت هناك دول أخرى تحصل على الجرعة الثالثة، وبالتالي نجحت الدولة المصرية في توطين صناعة اللقاحات داخل مصر، وانتقلت بعد ذلك لتوريد هذه اللقاحات بشكل واضح إلى كل الشعوب الأفريقية، وأيضا على كافة المستويات حتى على المستوى التنموي دعمت الدولة المصرية الدول الأفريقية. وشاهدنا ده في تنزانيا في بتنفيذ أكبر السدود سد جوليوس رينيري، وأيضا انفتاح مصر بشكل كبير على تنفيذ مشروع مهم جدا وهو مشروع القاهرة كتاون اللي تم تنفيذ المرحلة الأولى والثانية والثالثة منه، وأيضا مشروع الخاص بربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، وبالتالي مشروعات قيمة تسعى الدولة المصرية من خلال انفتاح حقيقي. أيضا زيارات مهمة جدا يعني لأنجولا لزامبيا، كلها زيارات تؤكد على أن الدولة المصرية أرادت وبشكل كبير وفي ظل قيادة الرئيس السيسي للعودة بشكل كبير إلى نسج شراكات حقيقية مع القارة الأفريقية التي لابد أن يكون هناك من يدافع عنها، وقامت الدولة المصرية بهذا الدور المحوري أمام كل المنظمات الدولية وأيضا أمام الأمم المتحدة. عظيم. نأتي إلى الدائرة الثالثة وهي الدائرة الدولية، وهنا الحديث ربما يتسع أكثر وأكثر، فإذا كان لحضرتك أن تقسمها بعض الدوائر الصغيرة أو بعض المحاور الصغيرة، أي المحاور أو أي الملفات وجدت تحركا مصريا لافتا للنظر على المستوى الدولي؟ في ظني وتقديري أن الدولة المصرية بشكل كبير نجحت في توسيع وتنويع شراكاتها الاستراتيجية بشكل واضح. يعني العلاقات المصرية الأمريكية هي علاقات ثابتة ورسيخة ومتينة وقوية، وهذه العلاقات لا يمكن الاستغناء عنها فيما يخص الدولة المصرية، ولكن مع ذلك الدولة المصرية مع في هذا الاتجاه نجحت في إقامة شراكات استراتيجية قوية مع قطبين رئيسيين في المشهد الدولي، وأصبح مؤثرين بشكل كبير جدا في هذه المنظومة، سواء فيما يخص فيما يخص روسيا باعتبارها قطب مهم، خاصة أن العالم تغير بشكل واضح. العالم ليس كما قبل الحرب الروسية الأوكرانية، ولكنه تغير بشكل كبير على اعتبار أن الدولة المصرية ومن خلال علاقات قوية مع الدولة الروسية نجحت بشكل كبير في العمل على تنظيم الجزئية الخاصة بالقمة الأفريقية الروسية الأولى، وأيضا شارك الرئيس السيسي في القمة الأفريقية الثانية، وأيضا يعني الصين وزيارات مهمة ومشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية الصينية وغيرها من القمم، حتى الهند والبرازيل وانضمام مصر لمجموعة بريكس لم يأتي من فراغ، وبالتالي تنويع الشراكات الاستراتيجية هو الشغل الشاغل للدولة المصرية. شكرك شكرا جزيلا دكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات العربية الدولية، متحدثا إلينا عبر الهاتف من القاهرة.